ومكملين بصباحنا والناحيه الجماليه، الناحيه الثقافيه، الفنيه اللي دائما عم بيكون لها حصه معنا سلمى. صحيح فرح، رح نحكي طبعا عن فن كتابه الخط العربي، طبعا هذا الخط اللي يستخدم الحروف وله كثير انماط وانواع، وهو يعتبر من الخطوط الجماليه المميزه بالعالم كله. طبعا رح نتعرف على انواعه وطبعا طريقه رسمه، اذا في دورات تدريبيه بهذا الموضوع وغيرها من التفاصيل. مع ضيفتنا بالاستوديو الفنانه ريم قبطان، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخيرات، يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. اهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك. اليوم يعني عم نحكي عن ناحيه جماليه، كثير من الاشخاص اليوم بيميلوا للخط العربي سواء بتزيين الملابس، الاكسسوارات، بكثير من التفاصيل. خلينا نتعرف عن انواع الخط العربي، وهل يوجد لكل خط استخدام معين؟ اول شيء يسعد صباحكم وكل اوقاتكم، صباح جميع المتابعين. طبعا نحن عرب والخط العربي هو هويتنا بالبداية. طبعا في عدة أنواع للخط العربي تطورت على مدى العصور وعبر الزمن. هلأ حاليا أكثر شيء متعارف عليه هو خطوط الرقعة عفوا الديواني، النسخ، الثلث، النص تعليق، والخط الكوفي اللي له أنواع عديدة، بالإضافة لفي استنباطات جديدة من مثل ما بنقول أفكار متولدة من عدة خطوط عم يجمعوها مع بعض، عم تطلع بشيء اسمه الخطوط الحرة. طبعا قواعدها قليلة ولكن لها جماليات عديدة. أكيد. طيب أستاذة ريم، خلينا نحكي شوي. اليوم مثل ما بيقولوا الخط هو جزء من تراثنا مثل ما قلتي حضرتك، لكن بتمر فترات بتنشط الاهتمام بالخط العربي، وفترات ثانية بتحسي انه لا، في اقل اهتماما، وخصوصا وقت دخلت التكنولوجيا وصارت تستعيض عن الخطاط بالبرامج التقنية. كيف قدر يرجع يثبت نفسه مرة ثانية؟ تمام. هلأ نحن منبدأ منقول أنه نحن كنا ضمن فترة 10 سنوات أو أكثر ضمن أزمة، الأزمة معممة على البلد كله بكافة الاتجاهات والنواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية وأي عمل. ضروري أنه يكون من عوارض هالأزمة أنه في تراجع لبعض الأمور. طبعا في عنا جيل كبير من الخطاطين القدامى اللي هن المعروفين أصحاب بصمة، طبعا الخط العربي بسوريا والأصحاب المدرسة الشامية، يعني نحن المدرسة المعروفة بالعالم، في عنا خطاطين كتير معروفين ومميزين. الأزمة عملت فصل تقريبا، انه العالم التهت بامورها وبامانها الشخصي وبعده امور، فشوي تراجعت هالفنون. يعني انا عم بحكي طبعا بمجال الفن تحديدا، مجال الخط العربي صار فيها الفجوه. طبعا كونه بالمدارس ما كثير كمان في اهتمام بموضوع الخط، فصار في تراجع زياده، صار كل الاهالي تقريبا بتشكي من سوء خط اطفالها وخاصه بالشهادات. هلا نحن تداركنا، حاولنا نتدارك هذا الموضوع، قمنا بتأسيس جمعية اسمها جمعية بيت الخط العربي والفنون، أشهرت بعام 2020. طبعا هي بيت الخط العربي، يعني الأساس الخط العربي والفنون اللي هي داعمة للخط. اشتغلنا مع مجموعة فنانين طبعا بإشراف ورعاية الأساتذة القدامى الكبار اللي حكينا عنهم، وحاولنا نوظف مهاراتنا وبنصائحهم وبتوجيهاتهم لنستقطب أكبر جيل من اليافعين والشباب. يعني نحن تركيزنا بالجمعية على اليافعين والشباب اللي هن انفقدوا هي الثقافة. بلشنا بعملنا بالجمعية بالدورات الفنية الخطية بعدة خطوط، طبعا الورشات العمل المجانية، المحاضرات التثقيفية، بالإضافة للمعارض اللي عم تكون على مدار العام إن كان بالفنون التشكيلية أو بالخط العربي والزخرفة. حقيقة في اهتمام، لقينا إقبال كبير. أول شيء بدينا يعني بتوجهي رسالتك للأهالي طبعا في البداية، لأنه الطفل أو الناشئ ما بيعرف شو هذا الخط. الأهل حبوا هي الفكرة واستدركوا أنه كان في كتير ضاع عليهم على أطفالهم، يعني بلشوا الأهالي تهتم، وهي مثل متوالية بالنهاية. أنت وقت عم تنشري ثقافة بالمجتمع وهذا عم يقول لرفيقه ولابن خاله ولابن عمه، بالنهاية عم تنتشر. الحمد لله نحن خلال 4 سنوات من عمل الجمعية بدمشق بقول أنه نحن الحمد لله بخير، في استقطاب جيد جدا للطلبة، ولكن برجع بقول الدورة هي للشخص اللي بيقصدها عفوا، ولكن هي ثقافة لازم تكون معممة بالمدارس لحتى توصل
الشريحة لكافة الرقعة السورية. يعني احنا بدمشق عم نعمل دوراتنا بدمشق، طبعا في بالمحافظات مشكورين أساتذة وجمعيات وناس معنية بهذا الأمر، ولكن إذا ما تدخلت وزارة التربية وحطت إيدها بهذا الموضوع بالتشبيك مع الفنانين والجمعيات والجهات المعنية حنضل قاصرين. هلأ تفضلتي حضرتك وسألتيني بالنسبة للكمبيوتر ولل، طبعا خطوط الطباعيه وخطوط النت هي اكثر من انواع الخطوط حقيقه، وكثير دارجه بتصميم اللوجو وبتصميم العبارات واي شيء يعني بتشوفيه حواليك معظمه هو خطوط طباعيه. بعتذر الحساسيه اليوم. سلامتك. الله يسلمك. ولكن بيضل حتى أنا برأيي أنه عين الإنسان يلي حتى ما له دارس خط، بس هو طبعا نحن عيوننا غنية بالخط لأنه نحن أهل الخط، تمام؟ بتشعري أنه في خلل أو أنه هذا خط طباعي بتحسيه مو قريب للقلب أو ما فيه انسيابيات اللي أنت متعودة أنك تشوفيها. فطبعا والمحترف بيعرف أنه هذا خط طباعي من أنه هذا خط هو خطاط عامل هذا التصميم. يعني أنا معلش ما بقول أنه ما نستخدم الخطوط الجاهزة للتصاميم، ممكن نستخدمها بس نكون على دراية بقواعد الخط. هون الفخ يلي عم يقعوا فيه المصممين أنه هن ما بيعرفوا القواعد، ولكن وقت عم يشتغلوا عم يطلع معهم أخطاء هن ما بيعرفوها بالمناسبة. اليوم التجديد والتطور مثل كل شيء بأجزاء الحياة هو مطلوب ومحبوب من قبل كثير من الناس، لكن الهوية والحفاظ عليها كمان هو شيء أساسي. كيف نقدر نحن نطور بهذا الخط العربي بناحية جمالية مقبولة وتواكب العصر، وكيف فينا نحافظ على هي الهوية اللي يمكن التغيير فيها هو تغيير بالهوية ذاتها؟ يعني طبعا هلأ أول شيء هون منحيين السؤال، الخط العربي وتطويره. هو ما بنقدر نقول نحن عم نطور الخط، الخط موجود وقواعده موجودة من القدم، ونحن كل ما تمسكنا بقواعده فنحن أقوى وأقوى وأقرب لتراثنا وهويتنا. هذا الفرق بين الخط العربي والفن التشكيلي، إنه الفن التشكيلي أنا مثلا الفنان يعني بيدرس عدة مدارس بعدين بيطلع بالأخير بيقول أنا بدي أشتغل على هالمدرسة أو أنا هيك بدي. أيام بتزوروا معارض بتلاقوا لوحات مثلا بجوز ما يفهمها المتلقي، تمام، يقول ليش هيك، والله هو أكيد عنده فكرة وهدف. الفنان الخط تماما مختلف، الخط بالعكس من نلتزم بقواعده وكل ما كنا أقرب فنحن نلتزم بالأصول. ولكن شو الفكرة اللي بقدر أنا أطورها؟ بقدر طور طرائق التنفيذ، يعني طريقة تنفيذ اللوحة أنه ما تكون هي على الورقة السمراء المكتوبة بالحبر العادي وكذا، ممكن تكون لوحة فنية تشكيلية دخل فيها التدهيب، دخل فيها الألوان، دخل فيها القماش، يعني غير خاماتي لحتى تناسب يعني نلعب بالأشياء الثانوية إذا بدنا نقول كيف؟ نلعب تماما بالأشياء. نلعب بطريقة إظهارها أنه تواكب مثلا الفرش الألوان. هلأ نحن متعودين أنه الخط العربي لو ورقة سمراء مثلا حبر أسود أو بني أو كذا ممكن ما تلبق مع الفرش الأخضر والأزرق. فالبيوت الجديدة ونمط المفروشات والحياة العصرية خليني أقول السريعة بدها شوي تغيير نمط العرض، فنحن منغير بنمط العرض ولكن منأكد على الحفاظ على القواعد. تمام أكيد. طيب أستاذة ريم خلينا نحكي كمان اليوم الفترة الأخيرة كتير انتشر أنه اندمج الخط العربي مع بعض الصناعات مثل الحقائب طبعاً. وغيرها الزينة، أبرز الخطوط اللي بتناسب هذا اللون الجمالي شو هي؟ كل الخطوط، كل الخطوط مطواعة إذا الإنسان بيعرف كيف يوظفها بيشتغل فيها. والأكثر انتشارا اللي عم تشوفيه حاليا؟ هلا المحبب أكثر شيء نحن بالسوريين، يعني منحب كثير الخط الديواني. ليش؟ لأنه هو خط فيه انحناءات، فيه مدود، فيه يعني كثير له شو بدي اقول توظيفات يعني حلوه، فبيلبق مع الوان الذهب، يعني لو بمساحه صغيره بتقدري تكوني منه تكوين، وهذا الشيء كثير حلو انه الفن ينتشر يطلع من خارج الاطار، يعني انه ما نعود نحن بس مؤطرين باطار وانما يصير منتشر بكافه الاشياء. طبعا الغرب اللي هن ما بيعرفوا الحرف ولا بيعرفوا ثقافته أدركوا جماليته ووظفوا بعدة صناعات مثل ما تفضلتي، وحتى الماركات العالمية عم تنزل حقائبها ومزينة بالخطوط، فنحن أهل هالشي يعني وأولى فيه.
طيب اليوم اذا بدنا نقول نحن بدنا نبدا على الطريق الصح خطوه بخطوه، شو هي الخطوه الاولى يلي بتنصحي فيها انه الطفل او الشاب يبدا بتعلم الخط العربي؟ ويمكن قبل ما بدنا ندخل بمرحله اليافعين، في اطفال كثير عندهم هوايه بهذا الخط، بتنصحي بالعمر الصغير؟ هلا حقيقه من عملنا واللي شفناه تجاربنا انه الصغار لحد عمر 12 سنه نحن منقول هي دورات تحسين الخط والكتابة وفق قواعد خط الرقعة، لأنه خط الرقعة هو الخط الكتابي السائد عندنا بالبلد. عم يجوا المدربين عم يشتغلوا مع الأطفال، عم نبدأ مثل ما حكينا تحسين خط. يعني شو معنى تحسين خط؟ الفراغات بين حرف وحرف، الطريقة الصحيحة لرسم الحروف، هذا الشيء شوي شوي بده ينعكس على الحرف على السطر والحرف تماماً السطر. لكن شو اللي بينزل أكيد وفي أخطاء شائعة إنه مثلاً بيحطوا نقطتين بدل مثلاً القاف نقطتين فوق، لا هي مثلاً خط صغير أو كذا. يعني هي الخطوط الكتابية ما بدها كتير تزيينات يعني وبهرجة. فعم نشتغل، عم كتير الأهالي الحقيقة عم يشكروا، عم إنه تحسنوا الأطفال، في إقبال يعني. يعني في إقبال. هلأ بالنسبة أنا من فوق عمر ال 14 أو 15 منبلش معهم الفن الخط، يعني هون بقى بندرسه كفن باستخدام القصب. القصبة هي أداة بتشبه الخشبة، ما بعرف إذا عندكم فكرة عنها. بنستخدم الأحبار، مثلا أحبار العربية، الأحبار المصنعة خصيصا لتكتب بهي الأداة، بالإضافة لأوراق مصقولة بشكل خاص، ورق جلسي يعني وأوراق أخرى أيضا. هون بيبدأ الشاب أو الفتاة بعمر ال 15 أو ال 14 بيستوعبوا شو هي الأدوات اللي عم نشتغل فيها. طبعا منعرفهم عليها، بتكون إيده كبرت، الطالب صار يقدر يمسك خشبة ويعرف أنه أنا بدي أكتب فيها إلى زاوية صحيحة، إلى معايير. طبعا أي شيء بالدنيا له وزن، السوائل باللتر، الحجوم مثلا بالكيلو، الخط ميزانه هو النقطة، النقطة بتحددها الأداة يلي هو عم يكتب فيها. إذا حضرتك معك أداة وهي معها قصبة وأنت قصبة، كل قصبة قياسها شكل، إذا أنت دائما حرفك ميزانه من القصبة اللي معك مو معها. فأيام بيطلعوا على خط رفيقهم إنه ليش حرفه كبير وحرفي صغير؟ لأنه قصبتك صغيرة وقصبته كبيرة. فكمان بننصح بالبداية إنه يلتزموا بنفس الأدوات اللي عم يشتغلوا فيها وما يحاولوا يغيروا، ولو انه الخط من كتر مو حلو بيخليهم يشتهوا يغيروا قياسات واشكال انواع من الاقلام، ولكن دوما الالتزام بدوره عند استاذ عارف وعالم شو عم يعطي بقواعد الخط هو الخطوه الصحيحه والاساسيه للبدايه بهذا المشروع. يعني الفنانة ريم سعيدين كنتي معنا اليوم، أعطتينا هيك تفاصيل مهمة اليوم عن الخط العربي. شكرا لوجودك. بشكركم، شكرا لاستضافتكم، لاهتمامكم الدائم. شكرا لك مره ثانيه وكل التوفيق.